أثار الظهور المفاجئ لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وهو يتوصف المرشد الإيراني علي خامنئي وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، أثار جدلاً واسعاً في العراق بالنظر إلى علاقة الصدر التي توصف بالفاترة مع إيران وانتقاداته تدخلاتها وبعض الفصائل المسلحة الموالية لها. وتراوحت وجهات النظر في داخل التيار الصدري وخارجه حيال الظهور المفاجئ للصدر مع خامنئي وسليماني، بين مؤيد ومنتقد يعتقد أن الصدر التحق بالنفوذ الإيراني كما فعل غيره من الساسة وقادة الميليشيات. مشاهد هذه المادة أو هذه الصور التي تثبت ما تداوله شباب عراقي على فيسبوك ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي. في الصورة يظهر مقتدى الصدر وإلى جانبه أي يتوسط قاسم سليماني وعلي خامنئي، وفي هذه الصورة يبدو كمن يقدم له الولاء، هذا ما وصفه نشطاء عراقيون على مختلف مواقع التواصل تماما كما تتحدث الصور أمامكم.